بابا ولدي زين ولدين ولدي خنفوس ولدين. هاد العشرين سنة خوتي المغاربة ما طات في أرواح، ما مقتصف فيها، ما ديرش فيه شي حاجة خايبين وبين الله. دابا خرجت عام ونص باش خرج دابا خوتي المغاربة، خرجت معايا الدبلوم ديال الطبخ. ملي خرجت معايا الدبلوم ديال الطبخ دفعته للمندوبية، المندوبية ما دارت معايا والو، ما فهمتش. السلام عليكم خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة للدويرة، عبد الله البرطوط تيحبتم وتيموت عليتم وتيحماط عليتم. باش تفهموا البرطوط، البرطوط تيضرود، البرطوط تيخضروا به اللحم في العراس. انت ندير البرطوط، انا فوتاهي طحوطي في دلشي. ديما خوتي المشاهدين خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، انا في عمري 20 سنة ديال السجن. هاد العشرين سنة خوتي المغاربة ما طات في أرواح، ما مقتصف فيها، ما ديرش فيه شي حاجة خايبين وبين الله. دابا خرجت عام ونص باش خرج دابا خوتي المغاربة، خرجت معايا الدبلوم ديال الطبخ. ملي خرجت معايا الدبلوم ديال الطبخ دفعته للمندوبية، المندوبية ما دارت معايا والو، ما فهمتش. واش باغي نرجع للحبس؟ أنا ما رجعش للحبس، أنا تبت توبة نصوحة. ودابا خوتي المغاربة كيفاش عاودني يعني كيفاش دوزتي يعني 20 سنة وهاد الأمور، يعني كيفاش دايرت عندك الحبس؟ حبس حبس فهمتيني، الحبس عدوت ما تبغيش الحبس، دخل شي ظلم ولا ظلم. وني ربي كبير، عسى تحب شين وهو خير ولاتم، وعسى تراو شين وهو شر ولاتم. لما خوتي المغاربة تزوجت وعطاني الله واحد الدريه بنت الناس الله يرضي عليها، وعطاتني الله عز وجل عطاني واحد المولود، وانا خوتي المغاربه دابا تاري وغادي في الحلال وربي شاهد عليا. واليوم درت واحد الطانه في لوتيب، عبد الله البرطوط ما عادش مع البروتوتور، عرفت البروتوتور هادشي ديال التصاور ما عادش معاه، اللي في دلبي في نسالي ابو هالي. هذه هي الطانه ديالي، عبد الله البرطوط، عبد الله البرطوط. دخلوا عدي وفرحوني وديروا يا ابوني وديروا يا الناطوس، الله يجعل ربي فرحتم. اللي مريض الله يشافيه، واللي مجنون ربي طلعت سراحو، واللي ناوي شي حاجه الله يجعل ربي يطي عليه في هذا النهار. كيفاش جاتك هذه الفكره ديال درتي هذه القناه؟ دابا خويا انا خرجت معايا ديبلون دفعت لي ما داروا معايا والو، درت انا تروره، عرفتي تروره تروره تروره. هاد المرض اسمو هاد المرض اللي دابا تروره، انا تنضرود تروره على البرطوط. والله يبعد من هاد المرض اخوتي المغاربه، وتوحشنا الحباب وتوحشنا الاصدقاء. دفعت لهم الدبلوم ما داروا معايا والو، انا خاصني الجعه ماليه ديال الفطط، ما درتش نخدم. مشيت عند الناس باش نخدم عندهم، دار ثلاثه يجيب لنا حرس السيره، ما فهمتش. شفت تاعي انا اصدقاء ديالي وصحابي واصدقاء ديالي دار دير واحد الطانه في اليوتيوب، انا فوتاهي طحوطي، الطانه عندي فيها دول شي الجميع اللي بغيتي تصيبتهم، وتعاونوا مع البرطوط وفرحوا البرطوط، الله يجعل ربي فرحتهم. انا دابا تاري اخوتي المغاربه، انا باغي نوت لولدي الحلال، ما باغيش الحرام. انا بغيت الحرام غنخرج دابا نجيبو، انا طاش باغي الحرام، انا بغي نعيش ولدي بالحلال. يعني خرجتي الحمد لله، يعني حاولتي انك يعني تزوجتي، يعني بنيتي واحد الاسره، تكلمي لنا على هذا. احمد الله ونشطر، ما عنديش ما خاصنيش، عطاني الله زوجه صالحه، انا طلبي زوين، طلبي بيد، اي واحد تنبغي لي الخير، ما تنحطش على الناس، اي واحد تنبغي لي الخير، نتخاصم مع الدابة جوج طيب نتصالح انا وياك اخويا، طلبي بيد، ان الله تيحبني، غادي فواحد الطريط تتبلي، جات الصراحة ونخاف من الله. ودابا تبنا توبة ناصحة، وبعدنا من البلية وبعدنا دول شي، ان الله حبني وعارف طلبي زوين، عطاني الله زوجة صالحة وعطاني الله واحد المولود، غادي بشوية بشوية، ما عديش ما خصنيش. انا لترى خويا ما حني لترى، ما نزبطش، ونطلب من خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة للدويرة، وطفوا معايا في الطانه ديالي
عبد الله البرطوط. كتشوف شي واحد يعني تيشجعوه ما كيتسحقوش؟ تيشجعوا الريتو اليومي، الريتو اليومي تيشجعوه. من الراجل غادي فواحد الطريط وتاب غادي لا ما يعاونوش، يعاونوا بلا اي واحد. الله يعاونو اي واحد يدير شي طانه، الله يسهل ليه، الله يجيب ليه التيسير. انا خوتم انا مغربي تنحب يعني باش تعاون الاسره، باش نعاون ثاني الاسره ديالي اللي مشيتي عدت وتخدم عدت، قلت لا ندوز الحبس وانا هي طليطو. اي واحد تيخطا وانا خطائين التوابين اللي تمشي من بعد هذا. الله فهمتيني، الله اللي عارف الطلوب، عارف اش فراسي ولا عارف اش فراس التق ولا عارف فراس هذه ولا في هذا. الله اللي طالع على الطلوب. الله انت شي حبني ما يعطينيش دابا طري باطي ضيع، عطاني في الحباسات وني الله تيحبني الحمد لله، عطاني زوجة صالحة الله يرضي عليها من هذا المنبر، صابر معايا في الحارة والحلوة، وعطاني الله هذا المولود وغادي لا اله الا محمد رسول الله. طلب ديالك طلب الخوت المغاربة يتعاونوا معايا يوطفوا معايا فلاشين ديالي، ما لقيتيش البديل؟ ما لقيتش البديل حاجه، ما لقيتها. واش انا مخرج معايا ديبلوم ديال الطبخ دفعتو ليهم مازال داروا معايا والو، قلت انا طروره وطرونا على البرطوط. شحال ما تخدم يعني دفع شي ديبلوم ديالك باش تخدم باش باش يعطيني المشروع ديالي. 20 عام شتف عمري انا، ما طات الروح ما مقتسم ولا ربي شاهد عليا. تلمو شغل طلعت من طراها تلمو غيبت في الطبر ديالو. انا ما طات الروح ما مقتسم ما ديرش حاجه خايبه. كيفاش دخل شي ظلم يعني 20 عام شات في الخاويات ظلم، الحمد لله غادي في طريق الله. دابا اش غندير؟ مشينا للجنويه بدا ندريسي تروح غادي يخلصوا الله، نهار نمشيو عند الله غنتحاسبوا. غنمشي عند الله خويا غنتحاسبوا، اي واحد غيتحاسب. النمله الله يعرف علاش تمشات النمله، النمله عاد حنا ضعاف وني ربيت بيه تنعيون وتخالصوا. هادشي نسيتو هادشي وني مرضني نفسانيا هاد 20 عام، مرضتني نفسانيا مرضت. انا دابا دير الصمت ديال الفضط، الصمت ديال الفضط باش حازم بين راسي نسيتو تدوي المره نو دير العمليه باش غنديرها. راسي نسيتو خصني نعيش ولدي انا، تبر ولدي انا راسي نسيتو. تاري ب 24 افريل باش تاري هنا واحد الناس هما اللي جابوا لي هذا المضارب، الله يجعل ربي يفتح عليهم ويبارك الخير، وجابوا لي هذا المخاد وصابوا لي هادشي، الله يجعل ربي يفاجي عليهم. واحد الحبيب تا هو من ايطاليا وين خلص لي شهرين ديال الترا، ها هو هما سالاو ها الشهر غيدخل دابا، ها هو شحال في الشهر ليهم 27 بقات فيها 3 ايام وني ربي تبير. انا معمر طلبي بالله عز وجل. الناس اللي يشوفوا الفيديو هذا اخر واحد الكلام وشو انا نطلب من خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن من طنجه لدويره، الله يجعل ربي يحفظ تم والله يجعل ربي يفاجئ اللي تم، اللي يفرح البرطوط الله يجعل ربي يفرحه في الدنيا وفي الاخره. هادشي اللي غندير تما خوتي المغاربه وشطرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.